سريعا، بعض منظمات متابعة الانتخابات من العمل الأهلي وأيضا السوشيال ميديا فيها عدد من الفيديوهات المتناثرة حول خروقات انتخاب هيئة الانتخابات أو الهيئة العليا للانتخابات، قالت أنها لم ترصد لم يصلها أي شكوى. نسمع من مستقبل وطن حيث بعض هذه الاتهامات، وانا هقول عليها اتهامات، تتهم حزب مستقبل الوطن. مهندس حسام الخولي نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، مساء الخير يا فندم. اهلا بيك يا استاذ لميس. اولا، رصدتوا اليوم الاول ازاي مرشحينكم؟ مجريات اليوم اخبارها ايه؟ الحقيقه مجريات اليوم ماشيه بطريقه جميله، اقبال كبير قوي واحنا كنا متوقعينه، لان المنافسه الاصليه بين عدد كبير قوي اذا كان في القائمتين او في الفردي، فردي المنافسه بتاعته كبيره جدا. كبيره فعلا. وبالتالي يعني انا كنت مع حضرتك من اسبوعين تقريبا، كنت بقول لك لا، الانتخابات هتبقى قويه بغض النظر عن تحليلنا السياسي، بس بوجود 4000 واحد واسامي كثيره قويه في كل دايره، فالانتخابات الحقيقه من اول يوم قويه جدا جدا في كل مراكز. اسخن دايره عندكم ايه؟ يعني انتوا لو او بلاش اسخن دايره، الدايره الاكثر اقبالا، وانت كده بتبص على غرفه العمليات، شايف فين الاقبال اكثر سياده النائب؟ طبعا يعني في محافظات الصعيد طبعا قويه، هنا مثلا حد مثال هنا النسبه لغايه دلوقتي، يعني كان انا كنت لسه ببص على في لجنه كانوا بيتكلموا انها وصلت من ساعتين 30%، انا بتكلم في اول يوم، ودي نتيجه غير عاديه. انا بتكلم الاقبال والتنافس غير عادي، لان مجموع الشخصيات يا استاذه لميس اللي نازله في كل جمهوريه، جميع اللي هقول ايه الطوائف وجميع القوى وجميع العائلات والعصبيات كمان، العائلات مهمه جدا، عصبيات غير عاديه نازله، وبالتالي لا، في اقبال غير عادي في هذه الانتخابات. طيب بصراحه في حاجات كتير على السوشيال ميديا، وفي حاجات رصدها المجتمع المدني اللي بيتابع الانتخابات. في مثلا نائبه شاديه ثابت عضو مجلس النواب الحالي يعني، واللي نازله عن مرشحه عن دايره امبابه، قالت انها تقدمت بشكوى الهيئه الوطنيه للانتخابات، الهيئه قالت انها ما وصلهاش اي شكاوى، بس قالت انها تقدمت بهذه الشكوى ضد مرشحي حزب مستقبل الوطن بدعوى تقديمهم رشاوى انتخابيه. في كمان فيديوهات نازله على السوشيال ميديا في اسكندريه، في دواير في اسكندريه بتتكلم على توزيع اغذيه، توزيع صناديق، توزيع حاجات. بصراحه ردكم ايه حول هذه الشكاوى؟ الرد بسيط قوي يا استاذ لميس. الرد الطبيعي ان احنا بنتكلم على الانتخابات بنتكلم على كذا حاجه. اول حاجه الاستاذه شاديه ثابت طبعا نائبه محترمه، بس هي كانت معانا لسه والله في الحزب، يعني انا بتكلم على العموم، كانت عضوه معانا في الحزب هي، بس ما يعني ما نزلتش تبع مستقبل الوطن. انما بغض النظر عن هذه القصه، انا عاوز اقول حاجه. اول حاجه على حزب مستقبل الوطن وبعدين على الانتخابات عشان نقفل قصه ما يقال بقى على المال السياسي والكلام ده. أول حاجة، الحزب في هذه الانتخابات في الفردي، الحزب ما بيساعدش حد مرشح بعينه فردي. بمعنى المرشح هو بيشيل نفسه عموما، الحزب بيساعده بكوادره وتنظيمه ومقراته. تمام، لكن لو عندك مرشح واخترق ولا وزع فلوس او وزع اغذيه او كده، ما هو ده اختراق، فما تقولش ان انت مش مسؤول عنه. هيعامل زيه زي المستقل اللي اخترق، زي معلش بقى يا استاذ لميس سامحيني، زي اللي في القريه، حاول حد في القريه كويس ذبح خمس عجول عشان برضه الانتخابات. يعني هقول لحضرتك حاجه بقى على السوشيال ميديا عموما، انا نفسي اقول حاجه واحده في هذه الكلام على مش عارف 50 جنيه و100 جنيه ما بقولش بيحصل ولا ما بيحصلش، وقد يكون بيحصل من اي مرشح في اي حد، انما انا بقول حاجه ثانيه بقى. هو بيمثل قد ايه؟ بيمثل 1% 2%؟ احنا عندنا 66 مليون،
نمسكها بالأرقام. أيوة لا صحيح، ممكن يكون نسبة ضئيلة، لكن الأهم هنا أن القانون يسري على الجميع، وأنك طبعاً. أنت كحزب خلاص هتبقى حزب كبير، وكحزب مفروض أن أنت بتسعى للأغلبية، وكانت لديك الأغلبية في البرلمان الماضي، لا تقبل بحتى يعني 0.5% من المخالفات من مرشحينك. ولا حضرتك 1%، أما بلاقيه أنا كحزب. طب يعني هي وصلتك هذه الشكاوى؟ هو سؤالي. الحقيقه مفيش، انا ما وصلنيش كحزب حد بيشتكي، انا بيوصلني على السوشيال ميديا حاجات معينه. حققت فيها يا سياده النائب؟ كل حاجه يا فندم هيتحقق فيها، مفيش حاجه حتى اللي بيقول كلمه غلط بيتحقق معاه، وفي ناس بتبقى رابطه اسمهم بمستقبل وطن وهم مش مستقبل وطن، وفي ناس بيغلطوا من مستقبل وطن، لان احنا عدينا في العضويات 1 مليون أو 2 مليون، وبالتالي هتلاقي عندنا غلطات، انما في محاسبه في محاسبه، انما في عمليه الانتخابات احنا بنخضع مرشحنا زي اي مرشح للآية الوطنية للانتخابات، واحنا ما بنلاقي اي حاجه، انا بتكلم اي حاجه مش ماشيه بالاطار السليم على طول بنحاسب ومش محتاجينها. انت كلمته طيب شاديه ثابت، النائبه شاديه ثابت؟ حضرتك بتقولي انها كانت معاكوا بس ما نزلتش عند معاكوا، هل ده معناها عشان كده هي بتتهم مستقبل الوطن مثلا؟ لا يعني انا يعني مش عاوزه، بس انا بقول ايه، ما هي عارفه يعني انا يعني ايه، ما هي امبابه، ده انا عارف امبابه وعارف مين النازل اللي بحكم يعني وجودي في السياسه، المرشحين كلهم حد هيخرج ايه، حتى لو هي بتشتكي من حد من مستقبل الوطن، ما هو كان زميلها اذا كان هي بتتكلم على كده وعارفاه يعني، كان يعني خلاص هي دلوقتي منافس ليها ما بقاش زميلها. وماله يا فندم لو لقيت اي حاجه استاذه شادي او اي مرشح، زي ما مرشحينا بيشتكوا استاذه لميس، مش في مرشحين مش مستقبل وطن برضه ونفس الشكوى بنسمع عنهم، وبيجي لي انا مرشحين يعني جالكوا شكاوى من مرشحينكم مثلا يا فندم؟ اه طبعا. من ايه بيقولوا ايه يعني؟ في برضه استخدام لناس معينه معاها امكانيات معينه. طب ليه ما بتقدموش شكوى للهيئه الوطنيه للانتخابات؟ عشان ما فيش حاجه ممسوكه. ما هو الممسوك ممسوك يا فندم، ما هو لازم برضه اللي يجي يقدم حاجه تبقى حاجه طبيعيه وممسوكه ومؤثره. الحقيقه احنا دايما بنتعامل زي ما انا قلت لحضرتك كده، ان اشتغل انت في خطك، شوف النسبه الكبيره من مؤيدينك، ما تتكلمليش على 1%، ده في ساعه الانتخابات احنا اتعلمنا كده. توقعاتك ايه لبكره سياده النائب؟ توقعاتك بكره العدد يزيد الناخبين؟ ده وضع طبيعي، ده انتخابيا طبيعي، لان في تكتيك يا استاذ لميس حتى في القرى بيتعمل، المرشحين بيبقوا مرتبطين مع بعض، صح، فما بيطلعوش قوتهم الغير في اليوم الثاني اما يتاكدوا ان زميلهم اوفى بالوعد. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا مهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل الوطن وعضو مجلس الشيوخ. دي كانت يعني جولة سريعة على انتخابات اليوم الأول. لو ما نزلتش وكنت في دايرة من 14 محافظة اللي هي المرحلة الأولى، بكرة لسه في فرصة، يا تعرف لجنتك من 51 140 دليل، أو اسمك ورقم بطاقتك على موقع الهيئة العليا للانتخابات. نخرج فاصل، وبعد الفاصل هترككم مع مقتطفات من حلقة امبارح على هامش مهرجان الجونة. هنشوف تاني ياسمين صبري، شرنوبي ورندا مراته، ليلى علوي وإلهام شاهين وهالة صدقي، هنشوف شيكا شيرين رضا، سميح ساويرس، نجيب ساويرس، كندا علوش وآسر ياسين، وطبعا العظيمة الجميلة الديفا يسرى.